شو مباشرة عند اختصاصية فن طبخ والحلويات نعيمة أم عصام ونتعرفوا على الشيوات المتنوعة اللي غادي توجد المستمعات اليوم. ألو ألو، صباح الخير للا سنة. صباح النور نعيمة، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك للا، كي دايرين نتوما بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك، تمنى تكون على خير انت والأسرة ديالك. مرحبا، الله يبارك فيك للا. شكرا، جيت سعيدة للتواصل معكم وكنشكركم بزاف للا سنة، وتحية لك خاصة راكي صدفتينا تبارك الله وتشرفنا بشوفتك. الحمد لله، الحمد لله بارك الله عليك، الله يحفظك. وتحية للزوج ديالك حتى هو، وتحية لكاع الناس اللي حضروا هنايا في مهرجان أكادير، وباسم وباسم إدارة كاملة كنشكركم بزاف، وكنشكروا السيدات كاملة اللي حضروا معنا والحضور الكريم كامل. وراني كنبلغ لك السلام ديال المستمعات كتار والتلميذات ديالي حتى هي حتى هما كنسلموا عليهم، راه حتى هما كيبلغوا لك السلام على السلام عليهم. السلام، تحياتنا ليهم كاملين ان شاء الله يوصل. نبداو على سناء اليوم عندنا حيوات. غادي نبداو تحت طلب ديال بزاف العيالات، طلبوا مني نعطي بركوكش اليوم، بركوكش السنسي غنعطيه بطريقه معطرانه. وعندي واحد الكيك بالتفاح والكرامبل، واحد تشيز كيك بالحامض، ديسير بالافوكا، وغريبه بالشكلاط والقرقع ان شاء الله. واخا نبداو على بركة الله. إيه إن شاء الله نبداو بالبركوكش. عندنا في الأول كناخدو واحد كيلو ديال البركوكش، غادي ناخدوه غادي نرقدوه في واحد البانيو في الماء، غنرقدوه واحد خمسة ديال الدقائق. إيه من بعد كناخدوه كنسقطروه وكنديروه في الكسكاس مباشرة، غير كنحيدو ليه داك الماء الآخر، يعني غير كنسقطروه شوية ونديروه في الكسكاس يفور. من بعد كنديروا ثلاثة تفويرات، بين كل تفويرة وتفويرة كنحيدو بركوكش ديالنا بحال سكتو عادي، كنرشوه بالماء مزيان ونعاودو نردوه يفور. هاد العملية كنديروها ثلاثة د المرات، وفي التفويرة الأخرى كنزيدو الملحة. من بعد ملي كيفور مزيان كنحسو بيه صافي وكندوقوه كنلقاوه طايب، كنحيدوه وكنديرو ليه الزبدة بالزيت، تقريبا كيلو ديال البركوكش في 200 غرام ديال الزبدة، واخا وكندهنوه مزيان وكنحطوه. هاد المرة غادي نديرو بركوكش بالكوكلي، يعني الكوكلي غادي نكونو ديجا وجدناه كاين المنظر فيه. اييه، غادي ناخدو داك الكوكلي ديالنا غادي نغسلوه مزيان ونسطروه نخليوه حتى ينشف ونديرو ليه الشرمولة ديالو. الشرمولة عندنا كناخدو شوية الزبدة نحكو فيه شوية الزكنجبير طري، وغادي ناخدو شوية البزار وشوية الملحة شوية القرفة وشوية الخرقوم بلدي والزعفران الحر. كناخدو كل شيء كنخلطوه كنشغلو به الكوكلي اللي عندنا وكنخليوه من الأحسن ليلة كاملة. والغد ليه والغد ليه كناخدو ملي غادي نبغيو نطيبو كنسبقو بركوكش كنطيبو كناخدو منه واحد زلافة ديال بركوكش من بعد ما فورناه. كنخلطوه مع نص زلافة، هذه العمارة ديال الكوكلة اللي سنة. كنقصو ذاك بركوكش اللي فورن كنقصو منه يعني زلافة اللي غادي نعمرو بها الكوكلي. اييه، ناخدو زلافة ديال الكوكلي، زلافة ديال البركوكش، البركوكش اييه، ونص زلافة ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش، وكاس ديال الزبيب مقطع مرطب في الماء مقطع طريفات صغار، وربع معالق ديال املو يكونوا كبار، املو ديال اللوز. هاد املو هو باش غادي نخلطو هاد الخليط كامل ديال البركوكش واللوز والزبيب، وباش غنخلطوه مزيان وكنعمرو به كناخدو كولا كوكلي كنديرو فيه ثلاثة معالق كبار ديال هاد الحشو. وكنعمروه وكنسدو بالكيردون وكنعقدو الرجيلات بجوج، وكناخدو الكوكلي ديالنا بعد ما عمرناه. تقريبا هاد الكيلو ديال البركوكش كنحتاجو 6 حتى 7 ديال الكوكليات صغار. كناخدوهم كنديرو لاطا كنديرو فيها السلفريزي ونحطو فيها هاد الكوكلي ونغطيو عاود بابي سلفريزي الاخر، نديرو بابي الومنيوم وندخلوه للفران. هذا كيطيب غير في الفران ما كيطيبش في المرقة، كندخلوه للفران حتى كيطيب بجهد ديك ساعة الا ربع تال ساعة، كنحسو به طاب، نحيدو البابي ونهزو واحد المعلقة ديال العسل ومعلقة ديال الزبدة ونخلطوهم ندهنو بهم لي كوكلي ونخليهم مزال يتحمرو غير شي شوية يشدو لينا اللون في الفران ونحيدوهم ونمشيو للمونتاج. ياك واش هنا واجد واخا؟ غناخدو بركوكش اللي عندنا نديرو في الطبسيل ونديرو حفرة من الوسط. هاد الحفرة غادي نديرو فيها جوج دليفات، وحدة غيكون فيها املو ديال اللوز وحدة غيكون فيها العسل الحر. ايه
من بعد كنديروا هاد الزليفات من الوسط وكندوروا داك الكوكلي كندوروهم في الجناب. يعني كيجي الطبسيل مدور بالكوكلي وبركوش واملوا والعسل من الوسط. املوا العسل يعني في الزليفات والحمد لله. يعني مؤخرا في اكادير حلف نلحظ انني ناكلوا للمره الثانيه هاد بركوكش يعني بهذا الشكل، لانه تبارك الله من اشهل اكلات الامازيغيه في الطبخ المغربي، وخاصه يعني ملي تبارك الله المغربيه الحادقات يعني في التزيين، يعني كاين واحد يعني غيروا بزاف الشكل ديال هاد الاكله ياك، يعني ولات عصريه وبريستيج في نفس الوقت. تقليديه حنا الا ما درناش بركوكش الناس بحال ما فرحناش بهم، يعني كنعبروا بالفرحه ديالنا بالضيافه ديالنا الا كنقدموا هاد الحاجه اللي هي تقليديه، كناخذوها كنعطوها واحد اللمسه عصريه باش كتجي في المتناول كتولي بريستيج. ايه بحال الصفه بحال. الله يعطيك الصحه، ونتمنى المستمعات انهم ان شاء الله يوجدوا هاد الاقتراح ديال بركوكش بالكوكلي وباملو والعسل. الله يعطيك الصحه.